انت لسه جميله، لسه لسه عايشه ولسه حاسه كل حاجه حلوه فيكي، ولا فيكي حاجه ناقصه. بعتذر انكم اضطريتوا تسمعوا صوتي بغني، بس انا بحب الاغنيه دي جدا، وهي مناسبه جدا جدا لحلقه النهارده، وحفاظا على حقوق الملكيه اضطريت انا اغنيها. النهارده هنتكلم عن ستيفن كوفي. هو كاتب كتاب اسمه العادات السبع للاشخاص الاكثر فعاليه، يعني الناس المؤثره عندهم سبع عادات في حياتهم. كانت اول عاده من العادات دي هي بي برو اكتيف، يعني يكون انت زي ما بنقولها بالبلدي كده فاعل مش مفعول به. ستيفن كوفي عشان يشرح الفكره دي قال لنا في حياه كل واحد فينا دايره كبيره، وهي دايره الاهتمام، يعني الحاجات اللي بتهمنا وبتشغلنا، زي السياسة، الجو النهاردة عامل ايه، الناس بتحبني ولا بتكرهني، دمي خفيف على قلبهم، رأي مهم عندهم، كل دي حاجات بتهمني لكن ماليش تحكم فيها. وفي دايرة صغيرة وهي دايرة التأثير، والدايرة دي هي الدايرة اللي ليا تحكم على كل عناصرها. عناصر الدايرة دي هي انا بقعد مع مين وبسمع مين، بقرا كتب ايه، بقضي وقتي ازاي، ايه عاداتي كل يوم، الوقت بتاعي الفاضي بقضيه ازاي. في كتير مننا قاعدين وقت اطول في دايرة الاهتمام، وده بيخلينا بنبقى رد فعل. لكن لو انا قررت اني اخد حياتي بقى، وعايز حياتي دي تكون مؤثرة واسوقها بقى، وعايز اوديها لحتة معينة، يبقى انا محتاج اقعد اكتر واركز اكتر على دايرة التأثير. ومع الوقت دايرة التأثير الصغيرة دي هتكبر تكبر تكبر، وتأثيري هيكون اعلى في حياتي وحياة الناس اللي حواليا. بمناسبة شهر اكتوبر، وهو الشهر العالم بيهتم فيه بالتوعية عن مرض سرطان الثدي، اهتمينا النهاردة ان احنا نتكلم في الموضوع ده، وبالشراكة مع مؤسسة بهية احنا مهتمين انه نشجع كل واحدة، كل سيدة وكل بنت، انها تهتم بصحتها وتكون هي اللي بادية، ما اكونش نتيجة لمعلومة عرفتها او نتيجة لعرض بيحصل لي، لكن اكون انا بهتم بصحتي من قبل ما تحصل اي حاجة. واحنا بنحضر الحلقة دي كنت متحمسة جدا، وقلت يا جماعة ده موضوع مهم وانا احب جدا ان انا اتكلم فيه، بس لقيت ان انا خبرتي في حياتي مع الموضوع ده هي اكتر في دايرة الاهتمام. انا الموضوع ده بيهمني وبيقلقني من سنين، خصوصا انا عندي تاريخ في عيلتي، لكن ما خدتش اي خطوه ايجابيه قبل كده. فبمناسبه الحلقه دي، انا قبل ما اصور الحلقه اهتميت ان انا اروح ازور مستشفى بهية واعمل الكشف المبكر، عشان اكون مش بتكلم من فراغ. ممتنه جدا لمحاربات بهية اللي شفت منهم كتير لما رحت، ممتنه جدا لفريق بهية، فعلا فعلا شاطرين ومهتمين وبيركزوا في التفاصيل، واللي طمنوني في الاخر انه مفيش اي حاجه، وانه مهتمين ان كل واحده بتدخل تقعد اقصر وقت ممكن عشان ما تفضلش منتظره وقت طويل. اشجع كل واحده تتفرج علينا ايا كان المكان اللي هتروحي تطمني فيه على نفسك، او ايا كانت الطريقه وايا كان سنك، لكل سن في طريقه بنطمن بيها على نفسنا. هنحط اللينكات بتاعه كل الفيديوز اللي بتورينا ازاي نقدر نهتم بصحتنا ونعرف لو كان في اي اعراض تحتاج ان احنا نروح لاطباء ولا لا. كوني انت الباديه، كوني انت برو اكتيف، وما تكونيش ابدا رد فعل، لان حياتك تستاهل ان انت تعيشيها، وانت اللي مختاره بكره يكون في ايه. لو شفتوا حلقات تحت السلم قبل كده تبقوا عارفين حلقاتنا موجوده على صفحه ماديف على الفيسبوك، وعلى قناة ماديف على اليوتيوب. روبن ويليامز. You treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you win, no matter what the outcome. باتش آدمز. فيلم باتش آدمز فيلم مش جديد، بطله هو شخص مميز جدا، هو طالب في كلية الطب، طالب مختار انه يهتم بالبني آدم بغض النظر عن مرضه، اختار انه يركز على دايرة التأثير، اللي هو يقدر يأثر في حياة الناس في ايه، وازاي يهموا نفسيتهم وانبساطهم وضحكتهم بغض النظر عن مرضهم ده ايه. باتش آدمز قال جملة محورية جدا في الفيلم، قال ان احنا اهم حاجة بنعملها كأطباء ان احنا بنرفع مستوى الحياة للبني آدمين، مش اننا بنأجل الموت. شوفوا فيلم باتش آدمز وقولنا رأيكم، وتابعوا صفحة بهية في شهر أكتوبر، هتكون بتعلمنا وبتعرفنا حاجات كتيرة قوي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعن إزاي الاهتمام بصحتنا عموما. You have a brilliant mind, and like many brilliant people, you don't necessarily think the rules apply to you. It was so much more convenient thinking of you as an idiot. That little ice that just chipped off. If you want to be a clown, go join the circus. For your own sake, I think you should just lay low for a while. A doctor's mission should be not just to prevent death, but also to improve the quality of life.